طيب معانا على التليفون دلوقتي المستشار مرتضى منصور على الهواء مباشرة. أهلا بيك يا فندم ومنور كلام في الجون على ميجا فم. لازم أكون على الهواء ما لا أكون إزاي يعني. هكون حوار حمضان ماركو طبعا طلبني على الهواء. أكيد طبعا يا فندم. إحنا على الهواء أكيد طبعا. أولى ماركو أولى. دلوقتي طبعا في أكتر من موضوع هنتكلم فيه ولكن في حصل فعل النهاردة من الكابتن حسام حسن تجاه الكابتن. ما تقولش الكابتن لا. امال هو لا مفيش كابتن بيعمل كده. لا مفيش كابتن بيدرع. لا 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 انسى انسى. لا 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 ده تصرف غير مسبوق في الساحه الرياضيه. يعني انت كسبان مش كده؟ ايوه وكسبان اوانطه كره في ايدي الواد دخلت جون والنادي بتروجيتي ليه ضرب الجزاء عشان الصباح الجبان الخواس خايف تمام. انت بتدرع ليه لزميلك وانا حفدت تشوف ولا مراتي ولا مراتك تشوف ده ايه ايه ده؟ والله انا اتكلمت في الموضوع ده ست المستشار وقلت ان هو فعل غريب جدا على المفروض كباتن قيمة في الحياة الرياضية يعني. بس 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 الرياضة جوه وبره وسلوكيات. ده بني ادم هو اخوه تسببه في 100 بني ادم من نادي الاهلي. خلي بالك 100 بني ادم من نادي الاهلي ونادي المصري 72 منهم 6 من المصري يوم ما حصلت المذبحه تمام بسبب الشحن اللي بيعمله الشحن. لا ده غل. لا المصري مش كده. المصري ده شعب عظيم بس هو لا ناس في المصري في مجلس الاداره بيقولوا لي يا باشا تعال اشيلك في دماغنا يا باشا. هو بالنسبه للجمهور المصري كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا قيمه كبيره. لا مش على الجمهور. لا جمهور محترم وعارف هو قرف منهم لان الجمهور ده هم الناس اللي خدوا اعدام مع قرايبهم والناس اللي اتحبسوا قرايبهم والناس اللي ماتوا قرايبهم. انا بتكلم على الايد المرتعشه في مجلس المصري. بتكلم على الايد المرتعشه يا سمير حلبيه. حضرتك كنت منتظر ايه من مجلس الاداره بالنسبه للمصري؟ ده مش اول مره. ده هات لي مدرب ما تشتمش. مختار حسام البدري الخطيب بقى اللي هو رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الاهلي وكابتن مصر تمام. كل المدربين بتجنبوا الواد ده لازم يشتمهم وبالدراع وبالايد وبالصباع. فهو احنا في ايه؟ طب هو حضرتك وانا كلمت انا بويدا فعلا؟ طبعا. قلت له بص ده ما شطبش هو اخوه مفيش كوره في مصر. والقرار الثاني هو حضرتك بتجرجرني برج العرب عشان مين؟ عشان حسام متجوز واحده جديده في اسكندريه بغض 17 نادي وراه. بغض النظر يا سياده المستشار هو من فضلك ما تعطينيش من الماتش الجاي. انا ماتش في استاد القاهره ده ملعبي. انا ما عنديش مشكله مع النادي المصري. ايوه النادي المصري عنده مشكله مع النادي الاهلي. يبقى يلعبوا مع بعض هم بقى في اي حته. بس ده قرار اتحاد الكوره يا فندم من اول الموسم علشان تجنبا لاي مشكلات يعني. يا باشا الماتش اللي جاي في استاد القاهره ومش هروح على استاد القاهره ملعبي. انا الماتش اللي فات لعبته فين؟ برج العرب. برج العرب ملعب المصري العظيم المحترم. ايوه اللي عمال يشوهه. انا الماتش اللي جاي ده فريق رايح استاد القاهره. هتبعت فاكس رسمي مطالبه بالكلام ده؟ راح يا باشا. راح خلاص يعني دي معلومه. الانديه تعمل كده. اوكي ان انت بتطالب تلعب مباراه المصري على مش انا بس. كل انديه سموحه تلعب على ارضها في ماتشها. اتحاد اسكندريه يلعب على ارضه. المقاصه يلعب على ارضه. الانتاج على ارضه. انت بجرجرنا ليه هناك؟ بس ده ممكن يعمل خلل يا فندم بالنسبه لترتيبات الماتشات مع عامر حسين والجهات المسؤوله. 17 نادي ليه عندك؟ ليه؟ انا بس ليا سؤال. انا ما عنديش مشكله مع شعب بورسعيد ولا مجلس اداره المصري. الاخ اللي طلع قال لك عايزين نقطع مرتضى منصور. يا اخي ده 60 نيله يا اخي. يا اخي ده مرتضى منصور واقف معاك اكتر من نفسك يا اخي. معلش يا اخي ده يا اخي ده العيال اللي هم اللي عندهم 12 اعدام. اسال اعضاء مجلس الشعب عندك الوحيد اللي وقف هو مرتضى منصور يا اخي. يا اخي حب بقى يا اخي فوق وكل لاعب يا اخي ده كوفي اللي انقذك النهارده. بص الايد اسال ابن السرير الحلبيه عندي في الفيلا بتاعتي عشان الواد هرب منكم تحت السلم وجبته بالعافيه. فوق بقى فوق شويه فوق. انما انا اتجرجرني عشان ده؟ لا ده انا مش نادي صغير وما عنديش مشكله مع بورسعيد ومش ما عنديش مشكله مع مصر. بالعكس ده العلاقه بين شعب بورسعيد والزمالك دايما علاقه محترمه. سياده المستشار هل بتعتبر ان حركه حسام حسن مع كابتن طارق يحيى هي ممثله لواحد زملكاوي كانه زملكاوي ولا علاقه شخصيه؟ لا لا ولا علاقه بالموضوع. لا خالص. لو عملها مع طه يوسف لو عملها مع مختار يعني مش عشان مشكلته مع حضرتك قبل كده او التصريحات اللي اتقالت. ده انا مطلعه مرتين ثلاث مرات من السجن واخوه. انا عندي مشكله معاه اصلا.
ده حاجه اللي بيبقى يعني ابراهيم حسن في اليومين اللي فاتوا كان في العطلة التصريحات. بس انا قلت له اضرب الولد الفرد الامن بتاع المصور ولا انا قلت له اضرب مش عارف مين ولا يوم موقعة الجانبية ما هو برضو كان موجود في زمان فيها يعني ما بقاش عارف بقى لازم في وقفة. وانا قلت انا مريدة لازم في وقفة كفاية بلطجة وقلة ادب. لا هو النهاردة الفعلة دي متصورة يا فندم فهو كابتن طارق يحيى كان معايا من شوية وقال ان هو هيتقدم بشكوى رسمية وبالتالي القانون هياخد مجراه بصرف النظر عن مين. على فكرة حركة اقل منها خالد علي خد 3 اشهر سجن. مش اللي حصل خالد علي عمل بصابع بغض النظر ست المستشار بغض النظر عشان الناس في ناس بتسمعنا كتير. طيب طب انت انت بتسمعنا كتير مكسوف مش مكسوف من اللي هو عمله؟ هو مكسوف هو لازم يتكسب بصراحه من اللي هو عمله بس انا مش عايز الحاجات دي تتقال بصراحه قدام الناس.